جزاكم الله خيرا. تقول الدفن في بعض المقابر لدينا عبارة عن حجرة تحت الأرض، عبارة عن حجرتين تحت الأرض، إحداهما للرجال وأخرى للنساء، وبعضها يدفن فيه جميع الرجال والنساء، ويدفن أكثر من متوفى، ولا مشهد مرتفع على سطح الأرض. فهل هذه الطريقة تؤذي الميت بدفنه فيها في حالة علمه بأنها ليست الدفنة الشرعية؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب الحاجة والضرورة. فإذا كان ليس هناك محلات واسعة لدفن الأموات كل في قبر مستقل، وكانت الأرض ضيقة في البلد، وليس هناك طريقة لدفن الأموات إلا هذه الطريقة، بأن يجعل في الأرض مخابي أو حجر توضع فيها الجثث أو تدفن فيها الجثث، واستمروا على ذلك، فلا بأس بذلك من أجل الحاجة والضرورة، بشرط أن تحترم جثث الأموات، وأن لا تكسر العظام، وأن توضع الجنائز بنظام لا يضايق بعضها بعضا، ويحسن وضعها وتنظيمه. عند الحاجة لا بأس أن يتخذ قبور جماعية على شكل حجر أو مخابي تحت الأرض إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان عادة البلد هو هذا الشيء. ما إذا تيسر أن يكون هناك مدافن في الصحراء، ويدفن كل ميت في قبره مستقلا، فهذا أحسن، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله مع أصحابه في البقيع رضي الله تعالى عنهم. كان الميت يدفن وحده في قبر مستقل، إلا لما كان من شهداء أحد، لما كثر القتلى من المسلمين وضعف المسلمون عن حفر القبور لكل ميت، صار صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد من أجل الضرورة. نعم.